زائد ان هم فقدوا كل حاجه، فقدوا مصداقيتهم، بيعتمدوا على ان طبعا الاوضاع قاسيه. لازم نكون واقعيين جدا، كمان عندنا طبعا اوضاع قاسيه جدا في بلدنا اقتصاديه. مش مختلفين. احنا بلد بتحارب وبتكافح بطريقه تانية، في بلاد خلاص تفككت. انت عارف فين سوريا، فين العراق، فين السودان، فين ليبيا، بلاد. لكن انت الصراع بتاعك بتصارع عشان تحافظ على الاوضاع الاقتصاديه. الحمد لله انها جايه على كده، الحمد لله انها جايه على كده. فطبعا الفكر بتاعهم والتوقيت في اختيار صناعه الفتن هو ده الجيم الرئيسي اللي بيلعبوا بيه وبيتلاعبوا بيه بالعقول البسيطه. صحيح. لكن الواضح ان البلد كلها بتكافح لصالح العقول البسيطه الاول، طبعا او مما لا الناس شك فيه، البسطاء الاول، مما لا شك فيه. وفي شيء من المسانده والتعاطف الكبير من كل المسؤولين لصناعه اجواء مستقره لهذه الطبقه.